يا زوزو؟ ماما وصل ايه دي يا ماما؟ كل دي الوان، دي الوان الوانها حلوه قوي. ايوه يا ماما، انا اول مره اشوف علبه الوان كبيره قوي كده، وانا كمان اول مره اشوف العلبه اللي قد كده دي. وانا كمان يا ماما دي اول مره اشوفها، دي كبيره قوي. الله، حلو قوي اللوك ده، شكله جميل جدا. اقلع اللوك بتاعي. لا مش هقلع. وعلى فكره عايزه اقول لك على حاجه، اللوك ده بتاعك شكله وحش قوي، بس عندنا فيك انا هلبسه. لا اقلعي ده بتاعي. لا يا حبيبتي انا مش هقلع. وكمان عايزه اقول لك على حاجه، اي حاجه في البيت دي هتعجبني هلبسها براحتي. طب انا هقول لطنط نانا. قولي لها مش هتزعقي. ليه يا بنات صوتكوا عالي ليه؟ ليه يا زوزو؟ يا ماما غدا لابسه اللابلوك بتاعي. طيب وايه المشكله يا حبيبتي انها تلبس اللابلوك بتاعي؟ انا عايزه البسه شويه. لا بقول لك ايه يا فيروز، احنا مش عايشين معاكي يوم وماشيين، احنا عايشين معاكي على طول. وبعدين حاجتك هي حاجتها، ايه المشكله يعني؟ وعايزه اقول لك على حاجه تانية، ما ينفعش تقعدي تتحكمي فينا كده. ماشي كلمتك مش هتمشي علينا يا فيروز لو سمحتي. بس ده اللوك بتاعي. عادي مش هيتقطع ولا هيحصل له حاجه. شفتي بقى ماما زعلت ليه؟ لا انا ممكن البسه وما يتقطعش عادي. مفيهاش مشكله يعني يا فيروز. لا بس ده اللوك بتاعي. لا اي حاجه عجبتك البس. لا في عركة على اللكلوك. فيروز بنتك مش عايزه تخلي غزل بنتي تلبس اللكلوك بتاعها. بابا يا بابا غزل مش عايزه تديني اللكلوكه بتاعتي. حبيبتي بتاع مين ده؟ بتاعها. طب خلاص لابسها لي اديهولها. وايه المشكله يعني لو شاركتها يعني؟ هي ما بتحبش حد ياخد حاجتها. يا محمود احنا مش عايشين يوم ولا اتنين، احنا عايشين مع بعض العمر كله، فيها ايه لما يشاركوا بعض حاجاتهم؟ اسمعي كلامي، هي بتحب كده، بتحبش حد يلبس حاجتها ولا ياخد حاجتها. طب وانت المفروض تعرفي كده يا حبيبتي. خلاص يا محمود، بعد كده لما اجيب حاجه لفيروز هات حاجه شبهها بالظبط لغزل البيت. اسمعي بعد اذنك، اسمعي الكلام، يلا اللي هيديهولها ما تخليها فرحانه بيه. ايه المشكله؟ خدي معنا على فكره شكل وحش، انزلي هاتيهولي. لا هاتيه. لا بصي بتتحكم ازاي يا محمود؟ الحلاوه دي ماشي خلاص اللعبه حلوه. بعدين انت عاوز الجو ما كنت هلبس. ماشي يا محمود اتفضل. معلش يا زوزو، معلش يا حبيبتي، هجيب لك واحد غير. بجد يا ماما؟ بجد يا حبيبتي. ماشي هجيب لك واحد احلى منه. ايوه وعلى فكره البنك اللي انت عايزاه كمان. شكرا. وعلى فكره بتاعك شكل وحش. كده معايا. لا على فكره ده شكل وحش قوي معايا. ما هتجيب لي واحد جديد غير المعفن ده. خالد بابا زعق لك. نعم يا محمود. مالك في ايه؟ زعلانه طبعا منك. ازاي تزعل غزل بنتي تقلعها اللكلوك؟ ينفع يعني؟ يا حبيبتي هي فيروز ما بتحبش حد يلبس حاجتها ولا ياخد حاجتها، هي كده. يعني ايه ما بتحبش؟ لازم يشاركوا بعض. وبعدين ما كنتش تكسر بخاطر بنتي كده. خلاص انت بتقولي ان فيروز بنتك ما بتحبش تلبس حد يلبس حاجتها، صح ولا لا؟ صح. كلام حلو قوي. خلاص اللي تجيبه لفيروز بنتك تجيبه لغزل بنتي. طب انا اقول لك على حاجه احسن. قول. انا اطلع لك كل شهر مصروف شهر لبنتك تجيب لها اللي هي عاوزاه، ايه رايك؟ ثانيه واحده، مصروف ايه اللي هتديهولي هيكفي العجله اللي انت جايبها لبنتك ولا الهافر بورد ولا كل يوم هديه بتجيبها لبنتك؟ هيكفي ايه ولا ايه؟ لا يا محمود، زي ما هتجيب لبنتك فيروز عجله تجيب لبنتي غزل عجله. لكلوك لكلوك، بتشبكي بتشبكي، اي حاجه تجيبها تجيبها لبنتي. تمام يا محمود؟ وبعدين عايزه اقول لك على حاجه، انا وافقت ان انا اتجوزك عشان خاطر حاجه واحده بس، مش عشان اجيب لبنتي عقده نفسيه. انا قلت بسم الله ما شاء الله عليك راجل مرتاح كده وغني، وهتريحني انا وبنتي، هتشيل كده بمعنى اصح الجمل بما حمل، يعني هتريح بنتي وتريح لها نفسيتها، واي حاجه تطلبها وتتمناها تجيبها لها، مش اي حاجه بقى هتبقى عايزه تلبسها ولا تكون عايزاها هتقول لها لا يا حبيبتي سيبيها يا حبيبتي. لا انا مش جايه اضايق بنتي هنا. ماشي ماشي فهمت الكلام؟ فهمت. انا مش عايزه بنتي تبقى زعلانه في البيت ده، عشان وقت ما هتبقى زعلانه هاخدها وامشي من هنا. ماشي بعد اذنك يا محمود. هاتي الايباد بتاعي. لا مش هديهولك. لا هتجيبيه. لا طبعا مش هديهولك. لا هتديهولك. وعلى فكره عايزه اقول لك على حاجه، ما تتحكميش فيا تاني بدل ما هقول لماما وتزعقلي. وكمان ماما قالت لي اي حاجه
وكمان الجهاز كنت سايبه لقريبي فالعب بيه براحتي. لا عجبها كده؟ أيوه. تضايقك كده كل شوية؟ كل شوية بتزعقلي. معلش يا حبيبتي. وكمان لسه النهارده مش عارفة أنا دايرة اللي أنت اتضايقتي عليا. معلش يا فيروز، أنت الكبيرة يا فيروز، أنت العسل يا فيروز. لا يا تيتا بس هي برد أوي. والله أنت العسل يا مول، أنت أحلى فيروز في الدنيا. حللي بقى بابا المشكلة. هي ابني ما عندهاش قرايب، ما عندهاش تيتا ولا خال. عندها يما كتير. خلاص يا ابني توديهم عند حد منهم زود لها المصروف وتريح دماغك. انت طول ما البنت دي موجوده في حياتك هيحصل لك مشاكل. انت عاوزاني يعني اقول لها ودي بنت الغزل عند حد من ايوه عند ستها وديها مصروف وتديها مصروف زياده وتعيش حياتها؟ البنت كده هتخرب لك حياتك يا محمود، مش هتعيش يا ابني. ولا ايه رايك يا فيروز تقعدي مع تيتا شويه؟ ايه يا بابا سمعني تاني كده؟ تقعدي مع تيتا؟ لا سمعني. لا يا بابا مش قاعد. هو انا يعني يا بابا لما اجي اقعد غزل الغيثة يعني هتاخد مكاني وتاخد حاجتي وتبقى بنتك وتبقى ايه تعملها حلو وتوديها الملاهي وتوديها كل حته وانا اكون قاعده مع تيتا ولا حد يخرجك؟ ايوه يا بابا انا معرفش انا من غيرك. ما تزعلش فيروز يا محمود.
مرة سقت العربية لوحدك؟ لا. بص بقى عاوز اقول لك على حاجة، أنا كنت أصلا كنت بهزر معاك، ما بقولش كلام بجد، أنا ما أقدرش أسيبك هنا أصلا. لو كان بجد كنت هزعل منك أوي. وأنا ما أقدرش على زعل الأنية في اليوم. في بص أنت بيت. إيه العسل ده كله ده؟ لو أكبر عليك يا فيروز. ماشي يا بابا. ماشي يا حبيبي. اتكلم معاه في الموضوع ده. ماشي وابقى طمني يا ابني. ان شاء الله يا ابني. ماشي يا حبيبي. اهو تيتا اهو اجي بقى معدي شويه اهو عيني بقى. خلاص يا عايزه تاكلي ايه بقى قولي لي. خلاص يا بابا يلا نروح. ايه؟ هي يلا نروح عشان اشوف غدا عملت ايه تاني. طب يلا. يلا.